جولة إخبارية جديدة من قناة ومنصة المشهد، أهلا بكم. قتل 5 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها. واقتحمت جرافات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين من عدة محاور وحاصرت مخيم جنين وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم ونشرت قدستها فوق أسطح المنازل، وتم قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول للمخيم وفقا لشهود عيان. وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات إسرائيلية. هذه الصور التي نراها الآن هي صور مباشرة من الضفة الغربية، حيث يبدو الوضع في هدوء نسبي بعض الشيء. ونتابع أيضا العملية العسكرية الأوسع للجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، حيث قتل حتى الآن 5 أشخاص فلسطينيين وأصيب العشرات. وفي غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جهوزية قوة الأمن للتعامل مع كافة السيناريوهات بعد تكثيف جهودها في الساعات الأخيرة ضد ما وصفها بمراكز الإرهاب في جنين. وكان البيان المشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشبك قد أعلن استهداف مقر للفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن المقر المستهدف استخدم نقطة مراقبة وتجمع لتسليح العناصر. من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو أبلغت السلطة الفلسطينية والسلطات الأردنية بشأن العملية الجارية في جنين. كما قالت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعملية جنين دون تحديد موعدها. وفي رد للرئاسة الفلسطينية على العملية الإسرائيلية أكدت أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني. ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ما تقوم به القوات الإسرائيلية بحرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على حد تعبيره. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني. في الصور المباشرة الآن نتابع صور أو يعني مواقع مشتعلة فيها النيران وتصاعد أعمدة الدخان، كذلك تبدو هناك مدرعات إسرائيلية في المنطقة التي يتصاعد منها أعمدة الدخان. تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان، ومن غزة ينضم إلينا مراسلنا محمد بعلوشة. نبدأ بك أحلام، يعني ما تفاصيل هذه العملية الإسرائيلية؟ هل كان هناك معلومات مسبقة بموعد بدء هذه العملية؟ يعني الجانب الإسرائيلي أبلغ واشنطن ببدء هذه بأنه ينوي القيام بهذه العملية لكنه لم يحدد موعدها، لماذا لم يحدد موعدها وما التفاصيل لديك؟
نعم، عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بأي من العملية فهو لا يعطي إعلانا رسميا قبل ذلك، وإنما وفق ما يرجح من المصادر الإسرائيلية بأن المعلومات التي خرجت هي معلومات بسيطة عن أن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على عملية في مخيم جنين، وهذه العملية سوف تكون برية. وما يعرف حتى هذه اللحظات بأنه يبدو على أن هذا الخبر كان خبرا تمويهيا للمقاومين الفلسطينيين من أجل العمل على تجميعهم في إحدى الأماكن أو في مقر القيادة للمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين. وما حصل هو على أنه في الساعة الواحدة والربع بتوقيت القدس، أي بعد منتصف الليل، أغارت قوات الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين. كانت هناك العديد من أنواع الأسلحة، سلاح الطيران الإسرائيلي في أجواء وسماء مدينة جنين ومخيمها، إذ ما تحدثنا عن طائرات الأباتشي C-130 وكذلك المسيرات. وبالفعل كان هناك في البداية قصف لغارات جوية إسرائيلية على مخيم جنين، ومن بعد ذلك كان هناك وصول لآليات ومدرعات إسرائيلية في محيط المدينة، ومن ثم عملت من أجل اقتحام مخيم جنين. حتى هذه الأثناء ووفق ما يصدر في بيان أخير صادر عن الجيش الإسرائيلي بأن أحد جنوده تعرض لإصابات طفيفة ونقل إلى المستشفى على إثر انفجار قنبلة يدوية وأدت لإصابته. في المقابل في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين هناك 5 قتلى وما يزيد عن 27 إصابة. من بين هذه الإصابات هناك قرابة 7 إصابات بحالة خطرة، وعلى ما يبدو بأن هذه الأرقام آخذة في الازدياد، تحديدا على أن المصادر الفلسطينية تتحدث بأن هناك رسائل من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان البيوت وقاطنيها لمغادرتها وإخلائها، ولكن هذا الأمر وعملية القصف على البيوت تأتي قبيل فرار أو إخلاء المواطنين الفلسطينيين لبيوتهم. القناصة التابعة للجيش الإسرائيلي تنتشر على أسطح البنايات، وكذلك هناك قوات مختلفة من الجيش الإسرائيلي التي تعمل في هذه العملية، إن تحدثنا عن قوات اليسام وكذلك اليمام، بالإضافة إلى القوات البرية وأيضا سلاح الطيران الإسرائيلي يدخل في هذه العملية أيضا. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 تقريبا، عندما اجتاح أرييل شارون الرئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي للمخيم. كان قبل 10 أيام تقريبا هناك استخدام للطيران الحربي الإسرائيلي، ولكن وفقا للجيش الإسرائيلي كانت هذه العملية من أجل تخليص وإنقاذ الجنود الذين تعرضوا إلى أكمين داخل مخيم جنين، ولكن اليوم هذا الاستخدام هو من أجل الإغارة والقصف على مخيم جنين. هذا الأمر يبدو على أنه كما بدأت ليلة أمس المصادر الإسرائيلية تتحدث عن عملية إسرائيلية تحت مسمى بيت وحديقة، ولكن إذ ما نظرنا إلى بيان الجيش الإسرائيلي فهو لم يذكر أي من هذه المسميات حتى هذه اللحظة، وإنما يتحدث عن نشاطات إسرائيلية للجيش الإسرائيلي داخل مخيم جنين من أجل اجتثاث يعني ما أسمى بالخلايا. ننتقل إلى مراسلنا محمد بعلوشة في غزة ليطلعنا على الوضع هناك، كيف هي الحالة الأمنية، هل هناك حالة تأهب، وما الرد المتوقع من الفصائل؟ أريج، يعني الحالة الميدانية في الضفة لا سيما في جنين وما يحدث في جنين بالتأكيد له انعكاسات هنا في قطاع غزة، أقلها حالة التأهب في جانب الجيش الإسرائيلي والتعليمات التي صدرت للمستوطنين في غلاف غزة بأخذ الحيطة والحذر والتأهب
للتعليمات في حالة الطوارئ، وهذا المعتاد من الحكومة الإسرائيلية أنه عندما تجري أي عملية أمنية كبيرة عسكرية على الأرض وهناك نوايا لإطالة أمد هذه العملية يكون هناك يعني تعليمات نعم. سنعود لك مرة أخرى محمد. ننتقل مرة أخرى إلى مراسلتنا أحلام عثمان. يعني أحلام، حدثينا عن بيان الجيش مع جهاز الشبك المشترك الذي أعلنوا فيه استهداف مقر يعني بعينها، مشيرا إلى أن المقر المستهدف هو يعني وصفه بعش الدبابير. ماذا توجد في هذه المقرات؟ نعم، الجيش الإسرائيلي يتحدث بأنه قصف وأغار على مقر تابع للمقاومة الفلسطينية، وهو على ما يبدو وفقا لبيان بأنه غرفة مشتركة للمقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين، بالإضافة إلى الإغارة على عدد من المواقع التي يقول بأنها تعمل على تصنيع العبوات الناسفة ومخازن للأسلحة التي يستخدمها المقاومون الفلسطينيين في عملياتهم. هذا الأمر وفقا لبيانه، ولكن على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لديه صعوبة في اقتحام المخيم من خلال قوات المشاة البرية المتواجدة على تخوم مخيم جنين، وهذا وفقا لما يصدر عن كتيبة جنين بأنهم عملوا على تفجير بعض من العبوات الناسفة التي تستخدم لأول مرة وتدخل إلى هذه الخدمة داخل مخيم جنين، ما أدى إلى دحر هذه القوات من على تخوم المخيم، بالإضافة أيضا لإسقاطهم ثلاثة مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي فوق سماء مخيم جنين. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث ليس في إطار العملية، وإنما يتحدث في سلسلة نشاطات، هذا ما يصفه في بيانه، ولربما هذا الأمر يأتي تحسبا من أن العملية التي بدأ الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحت مسمى بيت وحديقة، لربما هذا الأمر يبدو على أرض الواقع مخالف حتى هذه اللحظات، تحديدا على أننا نتحدث بأن عمليا دخول لقوات الجيش الإسرائيلي برا إلى داخل المخيم هو في صعوبة وعقبات نتيجة لاستخدام العبوات الناسفة، حيث تعمل جرافات الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء على تجريف الشوارع هناك منعا لوجود أي من هذه العبوات، وكذلك أيضا لديهم صعوبة وفق المصادر الإسرائيلية من الاشتباك مع المسلحين أو المقاومين الفلسطينيين الذين يتواجدون داخل المخيم، حيث يعتبروا بأن هذا الأمر يشكل معضلة، حيث أنه لا يمكن رؤيتهم ولديهم القدرة على الاختباء رغم الإمكانيات الضئيلة التي يملكونها. هذه العملية لربما سوف تستمر ل 72 ساعة أو حتى نهاية الأسبوع وفق ما هو مقرر لها، ولكن الأمور هذه تتحدد وفقا لأرض الواقع لما يحدث من تطورات ميدانية في مخيم جنين، لا سيما على أنه كان في الأسابيع الماضية الحديث عن عملية قصيرة المدى ولكنها واسعة في مخيم جنين، وهذا الأمر الذي يعمل عليه الجيش الإسرائيلي بأن تكون عملية ذات وقت قصير ولكن ذات كفاءة عالية، وهذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي من المهمات من مهمة الدخول إلى مخيم جنين وفقا للتجارب السابقة هي من المهمات الصعبة. طيب، وهذا ما سوف نعرفه في الساعات أو في الأيام المقبلة إن كان بالفعل هذه العملية أو هذه النشاطات سوف تحقق هذه الصور المباشرة أمنية. نشاهد فيها تصاعد طبعا أعمدة الدخان ووجود بعض
المدرعات والمجرفات في المنطقة. ننتقل إلى محمد بعلوشة مرة أخرى، كنا نتحدث عن الحالة الأمنية. محمد، يعني هل هناك استنفار؟ يعني ماذا نتوقع من رد من الفصائل الفلسطينية؟ يعني منذ الصباح أريج سيل من التصريحات والبيانات الصادرة عن الفلسطينية، لا سيما المسلحة منها، وخاصة من غرفة الفصائل المسلحة المشتركة والتي دعت فيها كافة عناصرها في الضفة الغربية للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في كافة أماكن تواجده، بالإضافة إلى إعلان حالة الجهوزية هنا على جانب قطاع غزة. وهذا ما ورد في بيانهم الذي قال أن الأجهزة أو الفصائل العسكرية المسلحة في كافة الساحات مستعدة للدخول، وستحدد طبيعة مدى دخول هذه الفصائل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي بناء على المعطيات الواردة من جنين. وبحسب ما يتابع الجميع أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأقلها ليومين قادمين وفق ما يصدر من تصريحات إسرائيلية، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك يعني دخول من قطاع غزة على هذه المواجهة، لا سيما عبر إطلاق المقاتلات الصاروخية على مديات ومستويات مختلفة في المستوطنات والبلدات الإسرائيلية. أيضا ستكون هناك بعد ظهر اليوم أريج العديد من الوقفات الاحتجاجية في المحافظات الفلسطينية، ستكون هناك أيضا وقفات شعبية من الفصائل حتى مساء هذا اليوم للتنديد بما يجري في جنين ودعوة دول العالم بضرورة التدخل لوقف ما يجري في جنين، وأن هذا الأمر سيكون بوابة لمواجهة عسكرية مفتوحة، وغزة لربما ستكون في جزء منها. أنوه أريج بأن طائرات الاستطلاع لا زالت تحلق بكثافة منذ ساعات الصباح في قطاع غزة، وهذا على ما يبدو يأتي ضمن ما يندرج من الجيش الإسرائيلي من إشارات طوارئ وعمل بحالة الطوارئ لكافة أجهزتها العسكرية في كافة المناطق، ولا سيما على التحديد منها غزة التي دائما ينظر منها أنها ستكون لها ردة فعل على ما يجري في المحافظات الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية التي طبعا قبل أيام كانت تتعرض البلدات والقرى الفلسطينية للعديد من الهجمات من المستوطنين، وهذا ما أثار الغضب في نفوس الفلسطينيين وحذروا من ردود فعل قد تمتد لمواجهة عسكرية، وهذا ما نراه الآن على أرض الواقع لا سيما ما يحدث في. طيب محمد، شكرا لك، سنتابع معك على مدار اليوم تفاصيل هذه العملية وردود الأفعال المتوقعة، وشكرا لك أيضا أحلام. ما زلنا يعني في سنواصل معك بكل تأكيد تغطيتنا لهذه الأحداث. وفي ردود الفعل العربية، طبعا وزارة الخارجية المصرية حذرت من الخطر الجسيمة من تصعيد الصراع في الأراضي الفلسطينية وتدين هذا الهجوم. صور مباشرة طبعا من الضفة الغربية ومخيمات مخيم جنين تصلنا، تصاعد أعمدة للدخان واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة وفي مخيم جنين.